برنامج بعد ما بيتسطب بيرمي ايكون عندك كشورت كات على الديسك توب بيبقى شكله كده حضرات. هو ده شكل الايكون بتاعه. طبعا اول ما بتدوس عليه دبل كليك زيه زي اي برنامج هيبدا يعمل بروسيسنج وبيبدا يفتح معاك. اول ما يفتح معاك البرنامج لاول مره بيفتح معاك بالشكل ده. ولكن مش ده الشكل القياسي اللي احنا دايما هنشتغل عليه. انت اول ما تفتح دايما البروجرام هيفتح معاك بالشكل ده بقولك. بس مش ده الشكل اللي انت دايما او اللي انت هتشتغل عليه. يا نهار ابيض، يعني ايه ايامه ايه؟ الكورس بتاعك سبت واثنين واربع الساعة 9:30. طيب بقول لك مش ده الشكل القياسي اللي دايما هيكون، او من الاخر مش ده اللي هشتغل عليه دايما. امال الشكل اللي هشتغل عليه دايما اجيبه ازاي؟ ركز بقى معايا والنبي لو حد بيكتب ورايا. اول ما تفتح البرنامج يبقى دوس على السبيس. السبيس اللي في الكيبورد ده يبقى دوس على السبيس عشان دي يجي لك الشكل الرسمي اللي احنا هنتعامل معاه. هو ده الشكل القياسي اللي تقريبا هنتعامل معاه دائما. يبقى بالراحه بقى، اول ما يفتح معاك البرنامج هيفتح بالمنظر ده. عشان تجيب الشكل القياسي اللي انت دايما هنشتغل عليه بندوس على السبيس على الكيبورد. يبدا يجي لي بقى الشكل اللي احنا هنكمل بيه دايما. هو ده برنامج مايا. اول ما بيتفتح كده لحد اول مره يشوفه ما تستغربش من الكلام ده. انا عايز اقول لك ده ممكن 50% من اللي بيحضر الكورس ممكن جدا يكون اول مره يشوف البرنامج اصلا. بقول لك انا ادوس على سبيس عشان تجي لي الواجهه الرسميه اللي احنا هنشتغل عليها. انا مش هعمل حاجه دلوقتي، اوعى تفتكرني بشرح. ده انا هفرجك دلوقتي على البرنامج. بس هفرج على البرنامج وهسمعك شوية كلام كده مسميات الأماكن، والله ما أكتر. عايز أقول لك أول ما البرنامج اتفتح كده عندي مجموعة من المناطق الكبيرة كده. الواحدة من دول اسمها فيو بانل، اسمها كده فيو بانل. والأربعة طبعا على بعض اسمهم الفور فيو بانلز. ما هو تعريف الفيو بانل؟ أقول لك أنا تعريف الفيو بانل. الفيو بانل هو المكان الذي يتم بداخله التعامل. الفيو بانل هو المكان اللي بيتم الشغل جواه. الفيو بانل هو المكان اللي بنشتغل جواه.
طب انا ازاي عندي اربعه؟ انا اي برنامج فتحته قبل كده دايما بيبقى عندي مكان واحد هو اللي بشتغل فيه. لا حضرتك اصل ده برنامج 3D، برنامج 3D، فعشان كده عندنا اكثر من مكان، ومن الواضح ان احنا هنشتغل فيهم كلهم. برنامج 3D، برنامج 3D، فانا من حقي اقدر اشوف جميع الاتجاهات بتاعت اي عنصر هعمله. عشان كده الراجل ده مديني اربع اماكن وتقريبا هنشتغل فيها. يعني لو حد من اللي موجودين لعب مع شويه فوتوشوب بيفتح بيبقى عنده مكان واحد بيشتغل فيه، بيلعب شويه الستريتور وبيفتح بيلاقي مكان واحد، افتر افكت مكان واحد. لا هنا انا عندي اربعه. ليه اربعه؟ لان ده بقول لك برنامج 3D، واحنا من حقنا نتعامل مع الحاجه بتاعتنا من جميع اتجاهاتها. طب بالراحه ركز معايا كده، المكان ده اسمه طب. طب يعني من الواضح هبقى شايف حاجتي، ولكن هبقى شايف حاجتي من الاعلى. ما هو المكان اسمه طب. بص المكان ده اسمه فرونت، الفيو بانل دي اسمها الفرونت. هي برضو مكان هيبقى مهم لينا قوي. ليه؟ لاننا هنبقى شايفين في حاجتنا ولكن من الامام. عندي المكان ده اسمه سايد. سايد يعني غالبا هبقى شايف الحاجه بتاعتي من الجنب. المكان ده بقى اسمه البرسبكتيف، والبرسبكتيف ده هنبقى شايفين فيه حاجتنا ثلاثيه الايه؟ الابعاد. هو مديك اربع اماكن عشان كده، عشان تقدر تتعامل مع العناصر والاشياء بتاعتك من جميع اتجاهاتها. تقدر تتعامل معاها من الاعلى او من الامام او من الجنب. وطبعا الكلام ده بالنسبه لاي حد بيتعامل لاول مره مع برامج 3D بيلخبطه شويه. لذلك انا المره الجايه هتلاقيني ببلغك برولز. رولز عشان تقدر تسيطر بسرعه. رولز هتمشي بيها هتتظبط اتجاهاتك سريعا، ما تقلقش. دي اول طلعه، لازم اتجاهاتنا تتظبط. يعني ايه اتجاهاتنا؟ يعني احس بالفيوز. هتلاقيني عشان كده هقول رولز، قوانين بعينها هتراعيها وانت شغال. هتلاقي الموضوع مفيش ابسط منه. انا ما بشرحش، بقول لك والله. ده انا بس ما كانش ينفع اقفل معاك النهارده من غير ما اوريك البرنامج. المهم عندي اربعه فيو بانل. بانل فيو بانل اسمها توب، هبقى شايف فيها حاجتي من فوق. فيو بانل اسمها فرونت، هبقى شايف فيها حاجتي من الامام. فيو بانل اسمها سايد، هبقى شايف فيها حاجتي من الجنب. وعندي فيو بانل اسمها برسبكتيف، هبقى شايف فيها الحاجه بتاعتي ثلاثيه الابعاد. بص انا عندي هنا صندوق، معلش هو اسمه كيوب بس انا النهارده بقول عليه صندوق. انا هجيب كيوب. ما تتخضش ان انا قلت لك عندك اربع اماكن. السؤال ده ليكم انتوا، يا ريت حد يرد عليا. هو انا رسمت كام صندوق يا حضرات؟ انا دلوقتي رسمت كام صندوق؟ دلوقتي حالا انا رسمت كام صندوق؟ كام كيوب؟ انتوا مش موجودين ولا ايه؟ جميل.
جميل 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 جميل. انا رسمت كيوبا واحده صح، رسمت صندوق واحد انا، بس الصندوق الواحده دي او الكيوبا الواحده دي بدات تظهر معايا في الفور فيو بانل. ده تبريره ايه؟ تبريره ان دول مش اربع اماكن يا فندم ولا حاجه، تبريره هو مكان واحد بس الناس مشكورين مديانا امكانيه نبص على هذا المكان. هو مكان واحد بس هم مخلينا نبص على نفس المكان من اكثر من اتجاه، والدليل على ده ان انا رسمت عنصر واحد ولقيت العنصر بدا يبان معايا في الفور فيو بانل. شايفين مره المكان من البلكونه فوق من الاعلى؟ تخيل 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 وكانك واقف في البلكونه وشايف العربيات من فوق، ده سقف العربيه، ما انت لازم تحس بالفيو. انا واقف في البلكونه وشايف سقف العربيه هنا اهو، لان انا باصص دلوقتي منين؟ من الطاق. ومديني امكانية ان انا اشوف حاجتي من الفرونت، يعني ابقى شايف نفس الحاجة ولكن من الامام من قدام. ومديني امكانية اني اشوف نفس الحاجة من السايد اي من الجنب. عشان كده بقول لك ان دول مش اربع اماكن مكان واحد، والناس مشكوره مديانا امكانيه نبص على نفس الحاجه من اكثر من جهه، وكمان مدياني امكانيه ابص عليها ثلاثيه الابعاد. في تفاصيل اكتر للفيوز بس انا مش هفتحها دلوقتي. انا زي ما بقول لك انا بفرغك، بقول لك مسميات الحاجة النهاردة أصل بس. خلاص دول أربعة فيوز موجودين عشان يريحونا. في فوق خالص مجموعة مينيوز كده، مجموعة قوائم، مكان اسمه مينيوز بار، اسمه مينيوز بار. ها تحتيه مكان اسمه الستاتس بار. بالراحه بالراحه بالراحه، انا ما بقولش غير مسميات. عندي اربعه فيو بانلز، عندي فوق خالص مينيوز بار. عندي المكان ده كده اسمه الستاتس بار، تحتيه مكان اسمه الشلف او الشلفز، الشلفز بالارفف، وهفهمك يعني ايه ارفف. المكان اللي على الشمال ده اسمه التولز بوكس، تولز بوكس. انا هكتب مسميات الاماكن دي كلها المره اللي جايه يا نورهان، ما تقلقيش انا بس بسمعها لكم الاول. بالراحه، عندي اربعه فيو بانل، عندي فوق مينيوز بار، تحتيها حاجه اسمها الستاتس بار، تحتيها على طول عندي حاجه اسمها الشيلفز، عندي على الشمال هنا مكان اسمه التولز بوكس. اليمين ده راجل كبير قوي بقى، المنطقه اللي على اليمين دي مكان كبير قوي 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 قوي، وهنتكلم عنه باستفاضه.
مكان اللي على اليمين ده اصلا هو يعتبر ثلاث اماكن، مكان منهم اسمه تشانل بوكس، اسمه هتلاقيه مكتوب عليه على الجنب كده، مكان تاني مسؤول عن احد طرق الموديلنج اسمه موديلنج تول كيت، الاسم مكتوب اهو، مكان تالت اسمه الاتريبيوت اديتور. كل مكان منهم هناكله اكل كده هنعرف حكايته كامله. بقول لك مسميات. فور فيو بانلز، مينيوز بار، تحتيها على طول في الستس بار، عندك الشولفز، عندك على الشمال هنا مجموعه ادوات في مكان اسمه تولز بوكس، عندك على اليمين هنا ثلاث اماكن، مكان اسمه تشانل باث، مكان اسمه موديلنج تول كيت، مكان ثالث اسمه الاتريبيوت اديتور. المكان اللي تحت ده بقى، واخد لي بالك انت من الماوس؟ المكان اللي تحت ده كله على بعض كده، من اول المنطقه اللي على الشمال هنا كل ده معانا لحد هنا. المكان اللي تحت ده حضرات اسمه كده تايم لاين، تايم لاين، تايم لاين. وان ذكرت كلمه تايم اعرف ان انا بتكلم عن انيميشن، حركه. تايم لاين، التايم لاين اللي تحت ده مسؤول عن الانيميشن، هنبدا نحتك بيه بشكل قوي واحنا بنتعلم انيميشن. انيميشن ايا كان بقى نوعها، سواء كان بقى اوبجكتس انيميشن، داينامكس، كاركتر انيميشن، هو التايم لاين مسؤول عن الانيميشن. يبقى كام مسميات؟ فوق خالص مينيوز بار، الستيتس بار، التشيرز، عندي فور فيو بانلز، عندي على الشمال تولز بوكس، عندي تحت التايم ايه لاين، وعندي ال المكان اللي على اليمين ده متقسم الى ثلاث مناطق، مش هعرف اخد دلوقتي حالا في تفاصيلهم، ولكن مكان اسمه التشانل بوكس، مكان تاني اسمه موديلنج تول كيت، مكان تالت اسمه الاتريبيوت. ركز بقى في المطلوب منك ايه. مطلوب منك بند اول ان انت تسطب البرنامج. انا بعرف اسطب، ماليش في السيت اب والجو ده وما بطقهوش، بتصرف السيت اب نفسه ما فيهوش اي مشاكل. هتدوس دبل كليك على الايقونه الراجل هيسطب على طول لوحده، بس اهم حاجه يكون الانترنت مقفول. بعد ما تعمل سيت اب هتفتح البرنامج، هتلاقيه بيقول لك ران او اكتيفيت، بتدوس على ران الراجل هيفتح معاك عادي خالص وادواته كامله وزي الفل. هيقعد لفتره غالبا شهر بالمنظر ده، كل ما تفتح هيسالك ران ولا اكتيفيت، بتدوس على ران يفتح، لحد ما هيجي بعد شهر هيقفل لك الاكتيفيت، هيقفل الايكون اللي اسمه اكتيفيت. هيحصل يا محمد ان شاء الله، هنعرف يا محمد لسه. عملت اكتيفيشن قبل كده؟ خير، هتعمله. انا باعت لك في اللينك الحاجات اللي هتحتاجها في الاكتيفيشن. ما عملتش اكتيفيشن انتظرني، انا هبعت لك فيديو عشان يتعمل الاكتيفيشن. بس زي ما بقول لكم
المرة الجاية ربنا يستر، عاوز الناس كلها تكون خلاص اوريدي سطبت الايه؟ البرنامج بند قوي، خدناش حاجة تفتح تلعب فيه، بس افتح برضه وبص انت بايدك. النهاردة ما كانتش اكتر من محاضرة تقديمية عن الموضوع كاملا، من المرة اللي جاية ان شاء الله هنبدأ ندخل ان ديتيلز اكتر، وهنبدأ نتكلم بالتفصيل اكتر عن الانترفيس وازاي نتعامل معاها والخطوات الاساسية في المرحلة اللي احنا اوريدي هنبدأها فعليا المرة الجاية، اللي اسمها مرحلة الجيت ستارتنج، وهي اول مرحلة ان شاء الله. اظن النهاردة الانترنت ما فيهوش الحمد لله يعني مشاكل عظيمة، وده العادي، انا بس بقول كده لان طبعا موقف ان حصل المرة اللي فاتت بما انها كانت اول مرة فكان موقف بايخ جدا، ولكن الموضوع ما كانش بايدينا. انما النهاردة الدنيا سموس الحمد لله وما فيهوش ايه حاجة خالص، وعايزك تبقى فاهم ان ده العادي. برنامج فين عشان الناس اللي دخلت الجروب متأخر؟ ان البرنامج موجود على الجروب، اول حاجة مبعوثة تقريبا، و ربنا يخليك يا محمد، و المرة الجاية هسأل بصراحة، هسأل مين اللي ما سطبش. اتمنى ان ما يبقاش في واحد ما خلصش خلاص موضوع السيت اب ده، بقول لك السيت اب نفسه سهل، السيت اب نفسه ايه سهل، ولكن الاكتيفيشن لو ما عملتوش قبل كده بس هو اللي هيحتاج ان انت تتفرج على حاجه وانت ايه بتعمله، وده مش محتاجينه النهارده خالص. لازم لازم تخلص الاول من اول ايه جزء اللي هو السيت اب شخصيا، والله عبد الرحمن انا بحاول ارجع له، انا اصلا رديت عليك في وسط الكلام يا عبد الرحمن، استنى كده يا عبد الرحمن ابص على حاجه. انت مسحته ولا ايه؟ انا مش ظاهر عندي على فكرة. سألو قولوا تاني يا عبد الرحمن. انا مستنيك يا عبد الرحمن. بص انا مش فاهم يعني ايه مفهوم كل البرامج. انا قلت ان المايا لوحده قادر ان هو يعمل لك بروجكت كامل في نوع شغله بتاعه، و بتقدر تبدا الشغل جواه وتخلص جواه. طبعا حته ان هو مونتاج انا اصلي هعلمك ازاي برضه يعني الى حد ما تمنتج جوه مايا نفسه، يعني في لقطه كده، فعشان كده مش عايزين نحط ان انت شرط، هو حلو مش حاجه وحشه، وطبعا انا بفضل كده ان انت ما بتقفش عند برنامج واحد، انت بتحاول تدعم نفسك ببرامج اخرى، ولكن انا برضو لازم افهمك ان البرنامج اللي انت هتدرسه حقيقه ان هو هيطلع شغلانه لوحده. عايز بقى برنامج يعني ايه اخر للمونتاج؟ طبعا مفيش اي مشكله خالص.
بص هو 2020 يعني جميل، بس استناني شويه كده انا هديك 2022 اصلا. فيعني ايه، خليك دلوقتي معايا في 19 وانا هديك وكده كده في وقت ما 22 باذن الله. ان شاء الله نراكم، خليك معايا بس دلوقتي في 19. نراكم ان شاء الله على خير. ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى فتره ظريفه للكل. ان شاء الله الجميع يستفاد اقصى استفاده. بص يا عمر، هو انت ممكن بتبعت لي على الماسنجر في اي وقت، انا بكون معاك في اي وقت. العفو يا ريس. فبكون معاك في اي، واي حاجه تقف فيها ابعت لي على طول وما تترددش. وممكن لو عايز تبعت بوست على الجروب هنا، بس هنا الجروب يبقى البوستز مقفوله، ممكن ككومنت على اخر فيديو مفيش اي مشكله. ده انا بكلم للي مش عاوز يبعت لي. يعني انا يعني الاسهل دايما ان انت بتبعت لي ماسنجر، فبيبقى الرد اسرع وسريع جدا وما بتنتظرش للمره اللي ايه اللي بعدها. دي انسب حال دلوقتي، وقدام شويه ممكن نبقى في تفاصيل اخرى، بس خلينا قدام شويه المره دي. بس اهم حاجه يا جماعه بعد اذنكم نسطب البروجرام، واللي زي ما بقول لك كده اللي ما سطبش بروجرامز قبل كده يحاول بقدر الامكان يشوف حد يعمله له، علشان مهم قوي نبقى يعني نبقى جاهزين عشان لما نبدا نشتغل الموضوع بالنسبه لك يبقى لطيف. العفو يا رنا. نراكم ان شاء الله على خير بعد بكره، والتزام بقى بالمواعيد يا جماعه بعد اذنكم. يعني نشوف الكلاس مره بمره، المره بمره، السيشن مره بمره، زي ما قلنا بقى، وانا عدت الموضوع ده كذا مره لانه فعلا مهم.